قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد ضرورة وجود خطة لضمان حماية المدنيين في رفح الفلسطينية. وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن لا تؤمن بأن الطريق الصحيح هو الهجوم على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن المحادثات متواصلة بشأن صفقة القاهرة لتبادل الأسرى. وكما أيضا صرح بايدن بأنه ملتزم بتحرير المحتجزين في قطاع غزة. كما أكد كيربي أن واشنطن سعيدة باستمرار المحادثات مع مصر، قائلا أنها بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.